مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورحب بكم في حلقة جديدة من مساحة للرأي. بعد غياب عامين وأكثر تنعقد القمة العربية اليوم وغدا في الجزائر، بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر والجزائر لإنجاح القمة من خلال تهيئة الأجواء العربية وسياسة لم الشمل وإنهاء الانقسامات العربية والعمل أيضا على تحقيق حد أدنى من التوافق العربي الذي يساهم في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة العربية، يأتي توقيت عقد القمة العربية من الأهمية في ظل الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية جراء ما حدث بسبب جائحة كورونا وما يحدث الآن من حرب روسية أوكرانية وما يتعلق بتنامي الصراع في عدد من الدول العربية وشبح الأمن الغذائي، ما يتطلب ضرورة العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي قوي خلال المرحلة المقبلة عبر سياسات التكامل الصناعي وتبادل الخبرات، وذلك لحماية حقوق الشعوب العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية أيضا المواطن العربي من التداعيات السلبية. كل هذا سيكون محور حلقة اليوم من مساحة للرأي مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور إسماعيل، سعداء بوجودك معنا يا فندم. نستسمح حضرتك هنطلع لتقرير ونرجع مرة تانية نفتح حوارنا حول القمة العربية في الجزائر. تحت شعار لم الشمل تعقد القمة العربية في دورتها 31، وهي أول قمة عربية رقمية بدون أوراق، وقد أكد القادة والزعماء العرب مشاركتهم والعمل على إنجاحها للخروج بنتائج ترتقي إلى تطلعات الشعوب العربية. وتأتي القضية الفلسطينية والتي تعد قضية العرب الأولى على رأس الملفات على جدول القمة العربية التي سوف تناقشها القمة، بالإضافة إلى العلاقات الإفريقية الأوروبية والمنطقة العربية للتبادل الحر والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري. ومن المقرر أن تبحث القمة في عدد من مشاريع القرارات التي تعكس إرادة عربية من أجل العمل على تصفية الخلافات واستعادة الهدوء وصولا إلى تحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية. وتأتي القمة بعد عامين من الغياب، ويعد توقيت عقد القمة العربية من الأهمية في ظل الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية جراء ما حدث بسبب جائحة كورونا 2020 و2021 وما يحدث الآن جراء الحرب الروسية الأوكرانية، خلاف امتداد الصراع وتناميه في مناطق كثيرة خاصة في إقليمنا العربي، وما يدور الآن في ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يتطلب ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وإعادة هيكلته من جديد، وذلك نظرا للأوضاع المستجدة خاصة فيما يتعلق بتنميه الصراع في عدد من الدول العربية وشبح الأمن الغذائي. كما أن انعقاد القمة العربية قبل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ومع تزايد التحديات الإقليمية والدولية يمثل أهمية كبيرة في الخروج بقرارات تعكس طموحات وتطلعات الشعوب العربية. مرة ثانية أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي الكريم دكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. أهلا بك مرة ثانية دكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل، يعني القمة 31 تنعقد في الجزائر تحت عنوان لم الشمل، هل يتحقق هذا العنوان؟ يعني لو احنا بصينا مجرد انعقاد القمة بشكل دائري بعد انقطاع ضم 3 سنوات واكثر، يعني منذ قمة تونس في 2019، اعتقد انه يعني بداية مبشرة ونقطة ايجابية تحسب للقادة العرب في ظل حالة الانكشاف السياسي اللي كفت سياسات الدول سواء كانت على المستوى العالمي او المستوى الاقليمي او المستوى العربي حتى. خليني اقول لحضرتك انه كانت هناك مجموعة من المواقف والاحداث كاشفة ودافعة لهذا النوع من الجدية والواقعية
إذا جاز التعبير في سياسات بعض الدول العربية، يعني بعد انقطاع 3 أعوام وأكثر كان من الممكن أن يتم إخفال الجامعة العربية ودورها وكافة القمم التي يمكن أن تنعقد في المستقبل، ولكن حرص القادة العرب على أن تنعقد وتنعقد في الجزائر يعني ودولة الجزائر من الدول التي تعد إضافة حقيقية بالفعل قوة حقيقية للأمة العربية جمعاء، أنا أعتقد أنه هناك إصرار حقيقي على أن تكون هذه بداية للم الشمل، وإن كان لم نستطيع أن يعني ننهي كافة النزاعات كافة المشاحنات كافة الاختلافات والتباينات، إنما هي بداية حقيقية يمكن البناء عليها في قمم أخرى في اجتماعات أخرى. كمان القادة العرب أنا أعتقد أنه نقطة مهمة جدا يعني لازم نتكلم عنها، هي مسألة أنه بقى عندهم نوع من أنواع التحضير جيد. هناك مجموعة من اللقاءات والاجتماعات تمت على مستوى المندوبين الدائمين على مستوى الوزراء الاقتصادي على مستوى الوزراء الخارجية، هذا التحضير الجيد وهذا الإعداد الجيد لقمم بهذا النوع من التجمع العربي لم تكن تحدث في أوقات سابقة، إنما كان بيتم الدعوة ليها من رئيس دولة أو رئيس أو الأمين العام وبيتم يعني الجلوس على عجل وتظهر المشاحنات والتباينات في الاجتماعات، لكن أن يكون هناك قمة بهذا الإعداد بهذا الترتيب بالوصول إلى توافق حقيقي على جدول الأعمال انتظارا لما للاجتماع القادة العرب، أعتقد أن دي إضافة وبداية حقيقية يمكن البناء عليها في المستقبل. دكتور إسماعيل، يعني العديد من الملفات ستطرح على هذه القمة وبالأخص طبعا الشأن العربي، يعني هذا الشأن الحقيقة الجسد العربي بها العديد من القروح كما نعلم طبعا في مقدمتها القضية الفلسطينية والملف اللبناني اليمني السوري العراقي الصومالي، الحقيقة العديد من الملفات. لو بدأنا بالملف الفلسطيني، الملف الفلسطيني طبعا هو يعني أهم الملفات المطروحة على القمة العربية، وكان بالأمس القريب هناك تجمع للفصائل الفلسطينية الحقيقة في الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوضع الفصائل الفلسطينية في إطار واحد حتى نحدث يعني قوة ممانعة من جميع الفصائل الفلسطينية ضد ما تقوم به إسرائيل من عربدة وفساد على الأراضي الفلسطينية. كيف تقيم هذه القمة وما هي القرارات التي تتوقع صدورها من هذه القمة للقضية الفلسطينية؟ يعني بالنظر الى انه يعني الجزائر هي رئيس الدولة الحالية او الاجتماع الحالي، وبالنظر الى طبيعة العلاقات المميزة ما بين الجزائر وكافة الفصائل الفلسطينية، الجزائر تمتلك علاقات جيدة جدا مع السلطة الفلسطينية مع الفصائل الفلسطينية في غزة، الدعم الشعبي ويعني الروح الثورية لدى الشباب الجزائري، وهناك علاقة حميمية حتى على مستوى الشعوب ما بين الفلسطينيين والجزائريين، وده اللي ساعد وشجع الرئيس عبد العزيز تبون وانه كان يبقى عنده مبادرة لمسألة التوافق الفلسطيني وإيجاد سلطة فلسطينية واحدة وحكومة واحدة للتعامل مع إسرائيل لإحرارها، وده كان يعني مطلب كبير عند حضرتك تعلم والسادة المشاهدين منذ العام 2007 وهناك انقسام حقيقي في الداخل الفلسطيني، يعني أفسح المجال للعربدة الإسرائيلية للتبريرات الإسرائيلية، ما لا يوجد يعني طرف فلسطيني واحد يستطيع التعامل معه، وكان مبرر لتسويق هذه السياسات الاعتدائية حتى في الدول الغربية. الرئيس عبد العزيز تبون ومنذ مجيئه وهو يعمل على استثمار هذه العلاقة الطيبة مع الفصائل الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية، وكان في إعلان يمكن في يناير 2022 للتوافق الفلسطيني الفلسطيني، وأعتقد إنه يعني مسمى لم الشمل كان المقصد منها هو لم الشمل البيت الفلسطيني أولا، إضافة إلى يعني حل بعض الخلافات والتباينات ما بين الدول العربية إذا كانت موجودة، لكن كان الأساس الأساسي لمسألة لم الشمل هو إيجاد يعني حكومة فلسطينية واحدة تستطيع أن تدافع عن الحقوق الفلسطينية. كمان هناك مبادرة بيتم الترتيب لها من داخل الجامعة العربية وكافة الدول العربية المساندة للقضية الفلسطينية أن يتم طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، والكل يتوقع أن يتم الاعتراض على هذا الطلب بفيتو أمريكي،
هنا ستكون الانتقاد الخطوة الثانية عرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحظى بها القضية الفلسطينية بدعم كبير، وأنا أعتقد أنها ممكن يتم تمويلها ولكن ستظل توصية. فيعني لم الشمل والتوافق الفلسطيني هو اساس بدايه الخطوات لاسترداد الحقوق الفلسطينيه لمساعده وجذب الدعم من كافه الدول العربيه. حضرتك كما ذكرت في المقدمه ان القضيه الفلسطينيه هي جوهر القضايا، هي اصل القضايا بالنسبه لكل الدول العربيه، يعني هي على راس اجنده اولويات السياسه الخارجيه في عدد كبير من القضايا. حضرتك تعلم يعني الدوله الفلسطينيه وقضيتها دائما ما تكون على رأس اهتمامات وأولويات القادة العرب، ونذكر منهم مصر، جمهورية مصر العربية، اللي كان السيد الرئيس له مبادرات يعني كبيرة جدا، آخرها مسألة يعني التبرع لقطاع غزة ب 500 مليون جنيه وإنشاء ثلاث مدن كبيرة للقضاء على عدد كبير من الأزمات في الداخل في غزة. هناك كمان يعني مشروعات إماراتية، مشروعات قطرية، مشروعات سعودية، هناك دعم حقيقي، ولكن الأصل والبداية هو أن يكون هناك توافق فلسطيني. هناك عزمة أخرى برضو يا دكتور إسماعيل حقيقة نراها متجذرة الحقيقة في الأيام القليلة الماضية، وهي الأزمة اللبنانية. كما تعلم أن لبنان يعاني من فراغ دستوري، الحقيقة ليس هناك رئيس الجمهورية، قد انتهت فترة الرئاسة بالنسبة للرئيس ميشيل عون. أيضا هناك حكومة تصريف أعمال، عدم اتفاق في البرلمان اللبناني الحقيقة على اختيار رئيس، انعقدت أربع جلسات مع الأسف الشديد ولم تصل إلى نتيجة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية. هل ستخرج القمة العربية في نتائجها القادمة ببلورة دور عربي مؤثر ينتشل لبنان من الأزمة السياسية التي يعاني منها؟ وكما تعلم حضرتك أن هناك بعض الدول الإقليمية الحقيقة بتعبث في اضطراب لبنان الحقيقة، ولها تجاذبات طائفية داخل لبنان. يعني خلينا أقول لحضرتك أن بالنظر لجدول الأعمال هذه القمة يمكن تقسيمها إلى نوعين من القضايا: القضايا التقليدية، وهي القضايا اللي لها علاقة بالأزمات في المنطقة، سواء كان الملف اللبناني، القضية الفلسطينية على رأس الأولويات، الملف الليبي، الملف اليمني، بعض المشاكل في العراق وسوريا. هذه يعني ملفات دائمة وحاضرة على جدول الأعمال القمة، وتم التباحث فيها، وأعتقد أنه أصبح هناك من الرشادة ومن العقلانية أن يكون هناك مجموعة عمل عربية لمساعدة هذه الدول بحلول عربية عربية وحلول داخلية داخلية. يعني هم يعني لا يخفيك سرا أنه تم التوافق بشكل لم يتم الإعلام عنه، أنه ستكون هناك مجموعة عمل عربية للتباحث في كيفية إيجاد حلول ليبية ليبية للأزمة الليبية، مساعدة الدولة اللبنانية بعيدا عن التدخلات الإقليمية التي تؤثر على المشاكل اللبنانية اللي أصبح يعني أزمة اقتصادية عميقة، يعني أصبحت يعني أكبر من وجود حكومة وعدم تقريبا أفلست. يعني الأزمة للدولة اللبنانية تقريبا أفلست. أضف إلى كده حضرتك الأزمة يعني التداعيات الخطيرة نتيجة زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأنا انكشف عنه يعني أزمة الغذاء، أزمة الطاقة، الدول الصف الأول في الاتحاد الأوروبي تعاني من بعض الأزمات، وهناك خروج للجماهير في الشوارع. فهذا يعني أثر على القرار السلبي الحقيقة اللي صدر من روسيا بالأمس القريب بتعليق أول أمس بتعليق صدور الحبوب، رفع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، بالنظر إلى أن الدول العربية كانت بتعتمد على يعني 50-60% من استيراد الحبوب والغذاء من الأوكرانيين. وده خلانا نتكلم عن القضايا غير التقليدية اللي تم تضمينها على رأس جدول الأعمال، وهو مسألة الأمن الغذائي. إنه الدول العربية أصبح لديها قناعة حقيقية أنه يجب الاعتماد على الذات في عدد كبير من القضايا، على رأسها قضايا الأمن الغذائي. يجب استثمار القدرات والمقدرات العربية، سواء كانت وفرات مالية في الخليج أو الدول المنتجة للنفط، سواء كانت أراضي صالحة للزراعة في بعض الدول العربية، سواء كان الأيدي العاملة والزيادة السكانية في بعض المناطق. وهو ده أعتقد أنه هيكون الإضافة الحقيقية لهذه القمة، أن يتم اعتماد
خطه يعني لمساله الامن الغذائي وايجاد صندوق حقيقي لتمويل هذه المشروعات بخطه تنفيذيه بمواعيد بجداول بمهام تسند الى هذه اللجان؟ اعتقد ان ده هيكون اضافه حقيقيه قد تساعد في المشاكل يعني العميقه لعدد من الدول. وخلينا اقول لحضرتك انه دائما ما كانت المنطقه العربيه تواجه مشكلات سياسيه تؤثر على المشكلات الاقتصاديه التي يعاني منها المواطن العربي في كافه الاقطار. الجديد هنا ان يتم تقديم الحلول الاقتصاديه على المشكلات السياسيه. يعني انا بعتقد انه اصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور لهذه القمه رغم كل ما اشيع وكل ما قيل هو رغبه منه في انجاح الجهد العربي لايجاد حلول اقتصاديه للازمات التي تعاني منها المنطقه، وهو يريد ان ينسق مع عدد كبير من الدول لايجاد حلول حقيقيه برغبه حقيقيه بنيه صادقه لمساعده الاشقاء. فانا بعتقد اذا استطاع القاده العربي والوزراء الخارجيه اللي تم التباحث على مدار يومين، كان هناك اجتماع ثالث بشكل ودي، يعني تم التوافق على كافه القضايا لايجاد هذا يعني الجهد العربي الموحد لمواجهه هذه الازمات التي انكشفت عن يعني التداعيات السلبيه على العالم كله، سواء كانت ازمات الطاقه. ومهم جدا كمان ان احنا نتكلم عن ملف يعني دائما ما كان العرب يعني منطقه قريبه من اسيا قريبه من اوروبا موجوده داخل افريقيا ولكنها تتحمل كافه المشكلات وليس لها الصوت الاكبر في القضايا السياسيه. الازمات اللي حصلت نتيجه الحرب الروسيه تحديدا خلت انه التركيز على قضايا الاقتصاد وقضايا الطاقه تحديدا واصبح لهم دور. يعني حضرتك فعلا بنتكلم عن اجتماع اوبك بلس اللي خفض الانتاج في ظل ازمه، واصبح للعرب يعني دور حقيقي ورأي يستطيع ان يتحدثوا به. كمان خلى في يعني تودد من الدول الكبرى والدول العظمى. شفنا كم الزيارات وكم من قادة الاتحاد الاوروبي يعني في الاتحاد الاوروبي لوجود ان يكون الرئيس الامريكي جو بايدن برضو خلال يعني زيارة. خلينا فكرت بقمه جده وكم الترتيب الجيد الذي تم في هذه القضيه يعني هذه القمه لان تخرج ب يعني نتائج لم تضر الامن العربي لم تضر مصالح الدول العربيه. بالتالي انا بعتقد انه ما حدث في العالم من تداعيات سلبيه وكلها كانت ازمات حقيقيه على الدول العربيه يجب ان يتم استثمارها لان تصبح فرصه حقيقيه للعرب لان يقولوا كلمتهم من خلال الاقتصاد من خلال مشاريع اقتصاديه ثنائيه تعود بالنفع على حل الازمات الموجوده. هنشوف مع حضرتك هذا التقرير عن الصحافه ونرجع مره ثانيه دكتور اسماعيل. دكتور أحمد، السيد أحمد يرى أن انعقاد القمة العربية إنجاز في حد ذاته لأن النظام الإقليمي العربي في أضعف مراحله خاصة في العقد الأخير بسبب ما تتعرض له الدولة الوطنية العربية ومؤسساتها الشرعية من تهديد في مقابل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية، وهو ما رأيناه في بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا. يقول خالد عمر: يبدو أن مسعى الجزائر واضحا، فهي تعمل لأجل أن تظل للعرب قضية أساسية جامعة لهم يدافعون عنها حتى لا يدخلون العصر الجديد الذي يتشكل الآن من دون قضية كبرى. لهذا هي تعول على نجاح منتظر للقمة مصحوبا بعزم بناء على وعود مسبقة من القادة العرب. بينما يشير دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إلى أن أهم المخرجات التي من المرجح أن تخرج بها القمة في الجزائر هي ضرورة التصدي للأزمات التي تواجه العرب وأيضا العمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي والملف الاقتصادي الذي يعتبر من أهم الملفات التي تسلط القمة عليها الضوء. ويقول المفوض محمد خير عبد القادر بجامعة الدول العربية: من المنتظر اتخاذ 3 قرارات اقتصادية هامة في قمة الجزائر، خاصة أنه جرى تخصيص مساحة لهذه التراتيب في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 31، وتم التوافق على قرارات مثل التكامل الزراعي والتعاون العربي وانتهاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وكلها تزيد من فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية.
واخيرا في الشرق يتوقع الخبير الاقتصادي عبد القادر دريش المزيد من التكامل الاقتصادي العربي ورفع نسبة الاندماج بين الاقتصاديات العربية خلال قمة الجزائر، مشيرا إلى أن مستوى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية يظل اليوم دون المستوى والطموحات بالنظر إلى الأرقام المحققة في مجال التجارة البينية التي لا تتعدى 7%. مرة تانية مع ضيف الكريم دكتور إسماعيل تركي. دكتور، لما نتحدث عن الملف السوري أيضا، الحقيقة بارقة أمل حقيقة وجدناها في الملف السوري، وهي دعوة الدولة السورية والرئيس السوري والقيادة السياسية لكل الحقيقة على الشقاء السوريين اللي هم الحقيقة تركوا يعني ممتلكاتهم ومنازلهم وهجروا من بلادهم. هناك دعوة الحقيقة بعودة اللاجئين السوريين الموجودين في الدول المختلفة. كيف يمكن دعم هذه الرؤية من قبل ومساندة القيادة السياسية السورية في عودة الشعب السوري المهجر إلى بلده مرة ثانية؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه الازمه السوريه ومنذ يعني انطلاق الاحداث في 2011 واتخاذ قرار لتجنيد عضويه سوريا في ستمثل في القمه، لا لحد دلوقتي كان هناك يعني شاغر الكرسي الشاغر هو كان في طلب انه الجزائر تريد ان تطرح هذه القضيه على جدول الاعمال، ولكن كان يعني استشعروا ان هناك بعض الخلافات وهناك بعض الدول يعني ما زالت غير راضيه على العوده بشكل كامل، فطلب وزير الخارجيه السوري عدم ادراج هذه القضيه على جدول الاعمال على الاقل هذه المره، لحين اتمام ما حضرتك تفضلت بيه، انه كان الهدف الرئيسي انه او يعني المبرر الرئيسي لتجنيد العضويه هو استعمال القوى المسلحه في وقت الثوره التي قيلت وقتها وقت الثورات الربيع العربي التي دمرت المعركه في الشرق واضاعت مقدرات الدول. وبالتالي زي ما انا بتكلم مع حضرتك انه هناك حاله انكشاف حقيقيه لسياسات الدول والتدخلات الخارجيه والازمات التي سببتها للمواطن العربي. يعني هناك جهد ملحوظ قادته مصر على سبيل المثال والسيد سامح شكري وزير الخارجيه لمحاوله اعاده سوريا هذه القوه الفاعله اللي هي الحضيره العربيه بشكل يمكن الجهد ده من 2018 وبيتم العمل عليه بشكل جيد، ولكن في نهايه الامر كان القرار انه عدم ادراج الموضوع على جدول الاعمال حتى نصل الى مرحله لم الشمل، ما يكونش هناك خلاف من عدد من الدول على هذه المساله، وكان يعني الاصرار ان تخرج كل القضايا المطروحه على جدول الاعمال بشكل توافقي. حضرتك تعلم انه منذ يعني نشأة جامعه الدول العربيه في 22 مارس 1945 كان هناك في ميثاق جامعه الدول ان الدول ملزمه بالقرارات التي توافق عليها، ودي كانت احد اهم العيوب اللي يعني أجلت وحجمت انطلاق جامعة الدول العربية في مساعدة الدول أو التدخل بشكل كبير، لأنه في النهاية الدولة التي تحضر ولا تصوت أو تمتنع التصويت أو ترفض قرار معين في الإعلان الختامي أو القرارات أو البيان الختامي هي غير ملزمة بتحقيقه. وبالتالي يعني هناك الحديث على أن تكون هناك كل قرارات الجامعة العربية بشكل توافقي كامل وهناك موافقة كاملة، وعشان كده هيتم مساعدة سوريا من خلال يعني الجهود الثنائية مجموعات عمل لمحاولة أن نصل إلى أن تكون هناك محادثات مباشرة ومفاوضات مباشرة ما بين الحكومة والمعارضة، هناك ترتيبات ترضى عنها. يعني حضرتك تعلم من الأزمة السورية ده يعني صدر من مجلس الأمن عدد من القرارات اللي بتخصها، فالدول العربية منتظرة أن تكون هناك توافقات من القيادة السورية وتحركاتها على الأرض تتناسب مع مقررات الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن عودة سوريا بشكل يلقى قبول كل الدول العربية. في أوجال يا دكتور في دقيقة أو أقل من دقيقة بعد إذن حضرتك، طبعا الملف اليمني ملف مهم جدا، وهناك بعض الدول الإقليمية بتدعم الحقيقة طائفة أو مجموعة داخل اليمن، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي الحقيقة على الشعب اليمني. كيف ترى الوصول إلى اتفاق داخل اليمن في ظل ما تعانيه الدول
أو في ظل ما تعانيه الدولة الإقليمية التي الحقيقة يعني أثرت بشكل سلبي وتدعم طائفة أو ميليشيا موجودة في اليمن. يعني خلينا نتكلم بصراحة، والكلام مش يعني أنه ملف التدخلات الخارجية أو التدخلات الإقليمية في القضايا العربية كان أحد الملفات اللي سببت أزمة بشكل كبير، وأن بناء عليها الملك المغرب مش هيحضر القمة وهيحضر عنه وزير الخارجية، وكان الهدف الرئيسي أن هناك توافق حقيقي أن التدخلات الخارجية والتعاملات الثنائية من عدد من الدول مع القوى الإقليمية سواء كانت إيران أو تركيا أثرت بشكل سلبي جدا على عدد من الدول، منها الملف اليمني اللي حضرتك الليبي والليبي بشكل كبير. فعشان كده كان هناك يعني إصرار حقيقي أن يكون هناك التعامل مع قضايا الأمن القومي العربي بشكل واضح، لأن يكون هناك وضع نوع من أنواع السياج أو الحماية لما يمكن أن يؤثر على هذا الأمن سواء في كافة القضايا اللي ممكن سواء قضايا أمن الخليج القضية اليمنية والتي تتضلل منها المواطن اليمني بشكل كبير يعني على شفا مجاعات في بعض المدن في القضية الليبية. أنا بعتقد أن هناك إصرار حقيقي من الدول العربية، وأعتقد أن ده كان أحد أهم الأسباب على إصرار السيد الرئيس حضور هذه القمة أن يبلور الرؤية المصرية في كيفية مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. والحقيقة نتمنى في نهاية هذا اللقاء أن بالفعل يعني القمة العربية في الجزائر 31 تلبي رغبات شعوبها، وأنها بالفعل يعني تتمم العنوان التي اندرجت تحت وهو لم الشمل العربي. كل التوفيق للقادة العرب. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية، كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور الباحث في العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، كان ضيفا كريما علينا في برنامجكم مساحة للرأي، لكم من يوم أسرة البرنامج أطيب وأرق المنى. إلى اللقاء.